بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وبينا أن الحق سبحانه وتعالى قال ذلك بعد أن طلب من الناس أن يدخلوا في السلم أي السلام أي الإسلام كافة، أن يدخلون في الإسلام بكل أشكاله وبكل ألوانه وبكل صوره، فلا يأخذون بعضا من الإسلام ويتركون بعضا، لأن الإسلام إنما يمثل قانونا مجتمعا لأمة مجتمعة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد بذلك أن يعصم الناس من فتنة اختلاف أهوائهم، فتحمل عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه، وتركهم أحرارا في أن يزاولوا مهمة استنباط أسرار الله في وجوده بالعلم التجريبي كما يحبون، فإن أرادوا رقيا فليعملوا عقولهم المخلوقة لله في الكون المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله ليسعدوا أنفسهم وليرفهوها. وأن من ينتهي منهم إلى قضية كونية وسر في الكون لن يقوم الناس بمناقضته فيه، ولكنهم سيأخذونه منه ولا يعارضونه فيه. إذن فما يمكن أن يستنبط من أقضية الكون المادية بواسطة العلم التجريبي أمور سيتفق عليها الناس، ولكن الذي يمكن أن يختلفوا فيه هي الأمور النابعة من أهوائهم، لأن لكل واحد هوى، وكل واحد يريد أن يتبع الناس هواه ولا يتبع هو هوى. إذن فالحق بالمنهج عصمنا من الأهواء، فقال ادخلوا في السلم كافة أي في كل صور الإسلام بكل ألوان المجتمع حتى لا يأتي تناقض الأهواء في ذلك المجتمع. كن أيها المؤمن في سلم مع نفسك فلا يناقض لسانك ما في قلبك، فلا تكن مؤمن اللسان كافر القلب. كن منسجما مع نفسك انسجاما يدخلك في السلام مع نفسك، فلا تدخل في صراع الملكات. وأيضا كن داخلا في السلام مع الكون الذي تعيش فيه، مع السماء، مع الأرض، مع الحيوان، مع النبات، كن في سلم معها لأنها مخلوقة مسخرة طائعة لله، فلا تشذ أنت عنها لتغضبها وتحفظها عليك، لأن الزمان الذي يحدث فيه منك ما يخالف منهج الله سيسبك الزمان وسيلعنك المكان. فكن في سلم مع الكون في ذلك. وإذا أردت أن تشيع سلامك في الكون فعليك كما علمك الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي ليكون أكثر الناس صياما في شعبان، فسئل عن هذا فقال إن شعبان شهر يهمله الناس لأنه بين رجب وهو من الشهور المحرمة وبين رمضان، فأنا أحب أن أحيي ذلك الشهر الذي يغفل عنه الناس فيه. فكأن رسول الله يريد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لونا من العبادة لا يجعله أقل من الأزمنة الأخرى. كذلك الأمكنة يريد أن تسعد بك، فهل منا من فكر في أن مكانا يعصى الله فيه كخمارة مثلا أو كبريه
أي شيء، ثم يذهب واحد منا ليصفي نفسه ويهتف باسم الله فيه ويذكر الله فيه ويصلي لله فيه ليسعد هذا المكان بما يمكن أن يسعد به المكان في خضوعه للحق سبحانه وتعالى. كل ذلك لتنسجم مع الكون ولتنسجم مع الناس إذا ما دخلت في السلم كافة، كافة يعني في كل الأمور. وبعد ذلك قال: إذا لم تدخلوا في السلم كافة فما الذي تنتظرونه؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل ينتظرون إلا أن تفاجئهم القيامة بأحداثها؟ هل ينتظرون إلا أن يروا ذلك الكون المنسق البديع قد انتصر والكون كله تبعثر والشمس كورت والنجوم انكدرت وكل شيء في الوجود تغير، وبعد ذلك وجهوا بأنهم أمام ربهم؟ ماذا ينتظرون؟ إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن يأتي ذلك الأمر، قبل أن تفلت الفرصة من أيديهم وينهى أمد لرجوعك إلى الله. إذن فقول الحق هل ينظرون يعني ماذا ينتظرون؟ لماذا يتلكؤون؟ لماذا يسوفون في أن يدخلوا في السلم كافة؟ ما الذي ينتظرون؟ أينتظرون أن يتغير الله أو أن يتغير منهج الله؟ أم ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ حين وقلنا أنه حينما ترى أو تسمع شيئا يتعلق بالحق مما يكون مثله في البشر، كجاء ربك والملك صفا، أن يأتيهم إيه؟ الله في ظلل من الغمام، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يضع الجبار قدمه في النار مثلا، كل ذلك ساعة تسمعها يجب أن تأخذ كل ذلك في إطار ليس كمثله شيء. فكما أنك آمنت بأن لله ذاتا لا كالزوات، فيجب أن تعلم أن لله صفات ليست كالصفات، وأن لله أفعالا ليست كالأفعال. فلا تجعل ذات الله مخالفة لذوات الناس ثم تأتي في الصفات التي قال الله فيها عن نفسه وبعد ذلك تريد أن تجعلها مثل صفات الناس. فإذا كان الله يجيء لا تتصور أن مجيئه سيترك مكانا إلى مكان، فإنه يأتي في مكان بما لا يخلو عنه مكان. هذا هو الحديث كأي العظمة. إذا مثلا قيل أتى الله، لا تظن أن إتيانه كإتيانه، لأن ذاته ليست كذاتك. وضربنا أمثلة بأن الناس في اختلاف منازلهم تختلف الأفعال بالنسبة لهم، فإذا كان الناس يختلفون في الأفعال باختلاف منازلهم وفي الصفات باختلاف منازلهم، فكذلك الحق سبحانه وتعالى. خذ كل شيء يتعلق به في إطار ليس كمثله شيء، لا ليست ذات كذاته، وليست صفة كصفته، وليس فعل كفعله. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فعل ربك فإياك أن تخضع فعله لقانون فعلك، لأن فعلك يحتاج إلى علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك. والله لا يفعل الأشياء بعلاج بحيث تأخذ منه زمنا، ولكنه يقول كن فيكون. ولذلك قلنا ألم ترى كيف فعل ربك؟ فعل ربك، ما دام فعل ربك يبقى انتهت المسألة، مش قانون نحن الايه المسيطر. فكل شيء يتعلق بذات الله، وكل شيء يتعلق بصفات الله، وكل شيء يتعلق بأفعال الله، خذها كما وردت منه، ولكن في إطار ليس كمثله شيء. حين يقول لي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ يأتيهم الله، هي اللي خلتنا نتكلم في هذا الكلام، إتيان الله. ويعني إيش معنى جاب الحكاية دي؟ وبعضهم يقول لك إيه، أنا أريد أن أنزه الله عن الإتيان اللي معروف لنا دي، ولذلك يأتي الله يعني يأتي أمر الله أو حكم الله النهائي. نقول له طيب وليه جاب شال ديا وجاب إيه يأتي الله؟
أم قال لك أيوة، لأننا في الدنيا نألف جيدا أن يأمر الوالي الأعلى أمرا وأن يأتي من دونه لينفذه، والمنفذون له عرضة أن ينفذوا بأمانة ودقة أو ينفذوا بغير أمانة ودقة، فيجوز أن يفعلوا شيئا لم يكن من تقدير الوالي الأعلى، زي مراكز القوة اللي كانت بتعمل أشياء وبعدين يقول لك لا ده الأعلى مش راضي بها ما يعرفش عنها دي. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عن الإنجاز الذي لا دخل لاختيار البشر في أن يخالفوا فيه، فبيقول ساعة يجيء الأمر انخلعت كل قدرة لمخلوق عن ذلك الأمر وأصبح الأمر لله وحده. ولذلك مش هيأتي الأمر بس بتاع ده أنا وياه، يبقى أنا وياه يبقى مش ممكن حد هيحصل منه إيه، هيحصل منه مخالفة أبدا. يبقى جاء الحق سبحانه وتعالى بأسلوب أن يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني لن يستطيع واحد أن يكون له إيه شيء يخالف فيه، لأن مين اللي موجود؟ الله. ما بيعملوش والله فيه أبدا، ده العملية والله حاضر. ليه والله حاضر؟ يعني لم يعد لخلق من خلق الله اختيار في أن يفعل شيئا، فكأن الوالي الأعلى حاضر العملية، فستكون المسائل على وفق ما يريده الوالي الأعلى. وفي ظلل من الغمام، كلمة ظل دي الشيء فيه شيء يظلك وفيه شيء تستظل به، الشيء يظلك لا يكون لك ولاية عليه في أن يظلك إلا إنك أنت تشوف ظله فين وتروح له، تشوف ظله فين وتروح له. وشيء تاني يقدر أنت تتصرف فيه كالمظلة أو الشمسية، تفتحها عشان تظللك، تفتحها عشان إيه. كلمة ظلل دي معناها أنها تستر عنك المصدر الضوئي. ولذلك حينما أراد الحق سبحانه وتعالى في قوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله، يعني جاء لهم الفزع الايه، فزع الأكبر ومحيط كالظلة، يعني جاءوا ايه محيطة، ايه محيطة بهم. فكأن الله يريد بذلك أن الكون سينتصر كله، وسيأتيك الأمر المفزع، الأمر المفجع المؤمن كان يتوقعه، فسيدخل عليه بردا وسلاما. ليه؟ لأنه يحقق ما آمن من أجله. ولكن الكافر هتجيله حاجة ما كانتش في إيه؟ ما كانتش في حسبانه. فشوف بقى مجيء الأمر لمن يؤمنه ومجيء الأمر لمن لا إيه؟ ولذلك قلنا المفاجأة بتيجي إزاي؟ هناك الحق سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم إيه؟ أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، افتكر أنه عمل كويس وبعد ذلك ما لم يجد شيئا، ووجد الله عنده. فوجئ ولا ما فوجئ شيء؟ أهدي المفاجأة اللي تخلع القلوب بقى. كذلك يأتي في ظلل من الغمام والملائكة، يأتي الله أو أمر الله أو قدر الله أو ما قضاه الله، كل ذلك ليدلك على أن المفاجأة المين؟ المذهلة المين؟ المذهلة للكافر، إنما مؤنسة لمين؟ مؤنسة للمؤمن، لأنه أعد لذلك اليوم إيه؟ عدته. ساعة يأتي الطالب ليدخل الامتحان مثلا، ثم يجد اللجنة قد نظمت المقاعد تنظيما بحيث لا يلتقي مقعد إيه؟ بمقعد، ووجد المراقبين والملاحظين كلهم في نشاطهم وعيونهم مفتحة. الطالب المجد يبتسم لأنه قد أعد لذلك اليوم عدته، وعلم أنهم إنما جاءوا ليحموا جده من كسل الكسلانين، جايين يحموا جده، مش يخلوا واحد تاني كسلان ما عملش أي حاجة ويبقى زيه فيبقى مبسوط بينهم ولا لأ. والتاني بقى اللي جاي كان عايز بقى يتلصص ويقعد عشان يغش بقى، ساعد كل ما يشوف انضباط وكل ما يشوف دقة يجيله إيه؟
يجي له الفزع. كذلك يوم القيامة وانظروا إلى الحق سبحانه وتعالى، الساعة تجيء هذه الظلل والملائكة والعملية دي كلها، ويقول قضي الأمر. شوف كلمة قضي الأمر دي، ساعة تسمع قضي الأمر يعني أفلتت الفرصة من أيديكم، فمن لم يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة في أن يرجع. ولذلك برضو جاب قضي الأمر في أمر نوح، يا بني إيه اركب معنا مش كده، ولا تكن مع الإيه كافرين. قال له إيه، سآوي إلى جبل، قال لا عاصم اليوم إيه إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان إيه من المغرقين. وبعدين هناك قل وقضي الإيه، وقيل يا أرض، إلى أن يقول وقضي الأمر واستوت على الجودي. فساعة تسمع قضي الأمر فاعلم أن المسألة إيه قضاء حتم وانتهى الأمر، ولم يعد للناس أن يرجعوا عما كانوا فيه. فالله يقول ماذا تنتظرون، أنتوا تنتظروا أن يجيئكم هذا اليوم أو وإلا فانتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم هذه الإيه هذه الفرصة. كلمة وإلى الله ترجع الأمور، في امرار تيجي وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله تصير الأمور، ولئن رددت إلى ربي، ولئن رجعت إلى ربي. في فرق بين ترجع الأمور وترجع الأمور، إيه الفرق بينهم؟ ساعة تسمع ترجع الأمور كأن الأمور بنفسها ذاهبة إلى ربها بدون أن يسوقها سائق، بدون أن يسوقها سائق. ولكن ربما يقول الذين تأبوا على منهج الله وهم في فترة الاختيار في الدنيا، يجوز أن يتأبوا على شيء يتعلق بأمر الله فيما يتعلق بالآخرة. ما هم تعودوا أن يتأبوا على إيه؟ على أوامر الله في الدنيا. ممكن يقول لك ما هي دي برضو ممكن، يقول له لا، ده مسألة اثنين. أما الراغب فسيرجع إلى ربه هو نفسه، لأنه ذهب إلى إيه؟ إلى الخير الذي ينتظره. واللي كان ديك هيبقى يرجع، يعني تيجي قوة تانية إيه؟ ترجع. يبقى فيه من يأتي بإيه؟ بنفسه، لأنه ذاهب إلى إيه؟ إلى الخير. والتاني اللي عثرس زي ما إحنا بنقول، يبقى إيه؟ تبقى ترجع الأمور. يبقى من لم يجي رغبا يبقى يجي إيه؟ يبقى رغبا. يبقى جاب الصورتين، جاب الإيه؟ الصورتين. وبعد ذلك انظروا إلى الحق سبحانه وتعالى حيث يعود إلى بني إسرائيل بعد أن ذكر لنا في منهج الدين صنفين اثنين. الصنف الأول من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الإيه؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الإيه؟ طيب عال. وصنف آخر يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري امنه، احنا قلنا يشتريها يبيعها، الاثنين جايزين. هؤلاء صنفان. وبعد ذلك طلب منا أن ندخل في السلم كافة قبل أن نفاجأ بالله في ظلل من الغمام والإيه والملائكة. وبعد ذلك جاء لنا بكلام عن بني إسرائيل. ليه؟ ما اللي بأن بني إسرائيل هم الذين أتعبوا رسوله؟ في سؤال الآيات والتعنت والتلكؤ وكل شيء يحول دون دخولهم في السلم كافة. وطلب منا أن ندخل في السلم، هم كانوا عايزين يدخلوا في بعض السلم ولا يدخلون في البعض حسب أهواءهم. إن السلم كان من مصلحتهم وإن مش من مصلحتهم. وكأن الحق سبحانه وتعالى حين يقول ذلك في كتابه الكريم يؤيده واقع الحياة، يؤيده واقع الحياة الآن. نحن دخلنا معهم في سلم ولكنهم لم يشاءوا أن يدخلوا في السلم كافة، أحبوا أن يعزلونا ليدخلوا معنا نحن في سلم ويدخلون مع بقية أمتنا في غير سلم. يبقى هي هي ولا مش هي؟ هي هي. فكأن واقع كتاب الله إنما جاء ليعطينا صورة صادقة تؤكد لنا رأي الله فيه. سل بني إسرائيل
ساعة تسمع أن الله يأمرك ويأمر رسولك قبلك أن تسأل بني إسرائيل، واثق تمام الثقة من أن الجواب لا يكون إلا على وفق ما يريد. فكأن قال أني راضي ذمتهم في هذه المسألة، كأنه لم يرتض ذمتهم إلا في إيه؟ إلا في أنه يسألهم يقول لهم بالله الله جاب لكم كم آية وتلكأتم بعدها وتعنتم ورفضتم الآيات وطلبتم المزيد، كل ذلك تلكؤ من أن تدخلوا في السلم كافة. وإذا شئت ذلك فاسألهم ليقولهم، لا تقل أنت الله أرسل لكم كذا وعمل كذا، بل اسألهم هم. كما يأتي إنسان ينكر خيرك ومعروفك ويشتكيك إلى إنسان فيقول لك ذلك الإنسان، سله ماذا قدمت له من جميل. يعني أنا لن أتكلم بل سأجعله هو يتكلم. لا تقول ذلك إلا وأنت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئا. وساعة تسمع سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بين، كم كلمة كم دي سؤال عن الكمية، سؤال عن الكمية. ومعنى سؤالهم عن الكمية أنها كثيرة كسرة لا تنكر، أنها كثيرة كسرة لا تنكر. ألم يفلق لهم البحر؟ ألم تجعل عصا موسى حية؟ ألم يظللهم الله بالغمام؟ ألم يعطهم الله المن والسلوى؟ كل ذلك فعله الله إيه؟ معهم. أخذهم بالسنين، أخذهم بالقمل والضفادع والدم، كل ذلك فعله الله معهم. يبقى كأن الحق يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين تقول أن الحق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول منسحب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جدلت أي واحد قل له الله أعطاكم كم آية وانتم نكلتموه وتلكأتم وتعنتم، يعني أنت تقولها برضو الإيه؟ أنت تقولها الآن. وكم آتيناهم من آية بينة، كم دي تدل على الكمية الإيه؟ وآية معناها أمر عجيب، وبينة يعني أمر واضح لا يمكن أن إيه؟ لا يمكن أن ينكر. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. معنى يبدل نعمة الله يعني إيه؟ نعمة الله حين تصيب خلقه كان الواجب أن تستقبل بالشكران، ومعنى الشكران نسبتها إلى واهبها، والاستحياء أن تعصي من أنعم عليك بها. فإذا ما جاءت النعمة بغير ذلك فقد بدلت. ولذلك يقول الحق في آية أخرى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. مدام بدلوا نعمة الله كفرا يبقى الكفر اللي جه ده جه مطرح إيه؟ مطرح الإيمان. يبقى إذن النعم دي كان مطلوب منها تعمل إيه؟ تعمل الإيمان. فهم بدلوا النعمة وعملوها إيه؟ يعني النعمة كان يجب أن تكون سببا للإيمان ولازدياد الإيمان، ولكنهم إيه؟ بدلوها كفرا. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. معنى شديد العقاب الأمر الواضح أن ذلك أمر يتعلق بالآخرة. الأمر الذي يتعلق بالآخرة لعل أناس يستبطئون الآخرة، أو أناس مش مؤمنين بالآخرة، فلو كان الأمر يقتصر على عقاب الآخرة لشقي الناس ممن لا يؤمنون بالآخرة. طيب الذي يؤمن بأن هناك آخرة تأتي وسيكون فيها حساب هو ده اللي إيه؟ سيكون سلوكه على مقتضى ذلك الإيمان. والذي لا يؤمن أن هناك يوم آخر
ماذا يكون الموقف منه؟ يبقى العالم يشقى به. يبقى إذا لم يعجل الله بلون من العقوبة للذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطئون الآخرة لشقي الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون. يبقى لازم كل جماعة لا يقبلون على منهج الله ويبدلون نعمة الله كفرا لا بد أن يكون لله عقاب عاجل لهم. عقاب ليه؟ علشان من لم يصنعه إيمانا وخوفا من اليوم الآخر يبقى لا يصنعه مخافة أن يأتيه في الوقت الذي يؤمن به أنه موجود في الدنيا يبقى يخاف. لهذا الظالم إذا علم أن ظالما ظلم الناس ثم جاءت آخرته سيئة فسيخاف أن يظلم وإن لم يكن مؤمنا بالآخرة. ليه؟ لأنه يقول لك ده مسألة يعني ما بتتخلفش، كل اللي بيظلم بشوفه نهايته سيئة، يبقى إذا مش مهم أنه ينتظر الإيه؟ ينتظر الآخرة. ولذلك الذين يبدلون نعمة الله كفرا يقول الله فيهم وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس الإيه؟ نقول له ده العقوبة الأخيرة، عقوبة إيه؟ الأخيرة. إنما ليس معنى ذلك أن يتركهم الله في الدنيا بدون أن ينالهم إيه؟ الذين وهم مؤمنون يظلمون ويتعسفون مع أنهم مؤمنون لا يتركهم الله إلى أن تجيء القيامة، بل لا بد أن يجيء لهم في واقع دنياهم ما يخيف الناس من هذه المصارح حتى تستقيم حركة الحياة بين الناس جميعا، وإلا فسيكون الشقاء من واقع على الناس من الذين لا يؤمنون بأن هناك إيه. ولذلك كان بعض الصالحين يقول اللهم إن القوم قد استبطأوا آخرته وغرهم حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدر. لأنك لو سبتها الحكاية كده للآخرة. ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل في منهج الإيمان تجريم وعقوبة تقع في الدنيا. تجريم بعض الأعمال يجرمها ويضع لها إيه؟ عقوبة. ليه؟ عشان بقى اللي شاكك في امر الاخره ما يستشريش في امر الايه، في امر المعاصي وامر الايه المخالفات. وشده عقاب الله لا تجعلها في الاخره فقط، بل اجعلها في ايه ايضا برضو في الدنيا. ولذلك قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له ايه معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه ايه اعمى. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى زجنا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان في الكون. واقع الإنسان في الكون يدل على أنه سيد ذلك الكون، ومعنى سيد ذلك الكون أن كل الأجناس تخدمه، وهذا واقع أو غير واقع؟ هذا واقع. ولذلك احنا قلنا أن الجماد بيخدم النبات، والجماد والنبات بيخدم الحيوان، والجماد والنبات والحيوان بيخدموا مين؟ الإنسان. طب وانت يا إنسان بتخدم مين؟ انتهت المسألة عندك كده. يبقى أنت سيد ولا لأ؟ السيد ده بقى كان المقتضى العقل أن يبحث له عن جنس أعلى منه، كما كانت الأجناس التي دونه في خدمته وتحت أمره كان يشوف له جنس آخر بقى أعلى منه هو يبقى إيه، ولازم الجنس اللي يشوفه أعلى منه ده يناسب سيادته يناسب. فلن يجد شيئا في الوجود أبدا، ما يمكنش يجد في الوجود جنس أعلى منه. يمكن يجب ان نقول ده الجنس بقى اللي انا عايزه دي لازم ينبهنا عن نفسه لان انا عايزه ضروري. فاذا جاء له الرسل وقالوا هو الله يقول مرحبا، كان يقول لازم يبقى بيتحل له لغز. الرسل جاءوا ليحلوا له ايه لغز مبحوث عنه بيبحث عنه، يقول يا رب كل الاجناس في ما بيقولش يا رب لا، يقول ايه كل الاجناس في خدمتي وانا اعلى هذه الاجناس، طب انا بقى في خدمه مين؟
لازم يكون لجنس، ما فيش قدامي أبدا أي حاجة. يبقى إذا جاء له رسول ليقول له أنا سأحل لك اللغز الذي شغل بالك، كان يجب أنه يفرح بذلك الرسول ولا لا؟ كان يجب أنه يفرح بالرسول، وخصوصا إن اللي حيجي يقول له أنت في خدمتي، ربنا مش عايز خدمته، ده في خدمتي لأخدمك، في عبوديتي لأعزك. الله. يبقى إذن المسألة أنت أيها المؤمن بين أمرين، بين خادم لك مسخر وهو من دونك، مش كده؟ خلاص. وبين برضو خادم لك مختار وهو من هو أعلى منك. يبقى الاثنين في خدمتك ولا لا؟ يبقى اللي ياخد ديا ويسيب ديا يبقى خد الأدنى وساب الايه وساب الأعلى. يقول له لا، خد الأعلى، ده انت دي الاشياء اللي هي دونك وبتديك الخير، دي بتنبسط منها قوي وتحب تقتنيه، وان كان عندك فدانين انت عايزهم يبقوا 100، وان كان عندك مثلا ارض زراعيه قد كده عايزها تبقى قد كده، وان كان عندك حيوانات عايزها قد كده. الله. اذا انت تستزيد ممن ايه؟ ممن دونك، كيف لا تستزيد ممن هو اعلى منك؟ يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ يبقى ده الحمق. فبيقول بقى زينا لله إيه؟ الحياة الدنيا. شوف شوف بقى، بده يديني إن مقاييس الكافرين مقاييس هابطة، مقاييس نازلة. ليه؟ لأن بيقول إن العجيب اللي زين لهم الأمر الأدنى وصرفهم الأمر الأدنى عن مين؟ عن الأعلى. تبقى دي خياب التقدير ولا لا؟ تبقى دي موازين صح؟ زين للذين كفروا إيه؟ الحياة الدنيا. نقول له أما هذا هو الغباء، الأدنى هو الذي زين لك والأعلى زهدت فيه، تبقى دي مش مقاييس بقى، هذه مقاييس يجب أن إيه؟ أن تعدل. طيب زين هنا نلاحظ أن كلمة زين إذا جاءت في القرآن تأتي برضو مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله. زين للناس حب الإيه؟ الشهوات من النساء ايه والبنين والقناطير الايه. هناك الناس وهنا الذين كفروا. وهنا ليه؟ لان الذين كفروا ما عندهمش الا مين؟ الحياه الدنيا دي، الاعلى ما عندهمش. لكن حين يقول الله سبحانه وتعالى في مسألة الناس عامة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والإيه والأنعام والحرث، وبعدين بده يلفتهم إيه؟ والله عنده حسن الإيه، حسن المآب. بقول لك أنت خذ الحياة على قده. طب وزينت يعني إيه؟ زينت يعني حسنت، زينت. طب ومن حسنها؟ بقى تجعل الذي حسنها لك وجعلها جميلة كده وتنعشق، تجعلها تصرفك عن اللي حسنها. ايش الحكاية بتاعتك دي؟ ده كان يجب انك تاخدها وسيلة الى مين؟ كل ما تشوف حاجة حلوة في الوجود كده تقول سبحان الله، كل ما تشوف حاجة في الوجود تقول الله. ايه اللخبطة بتاعتك دي؟ انت لخبطت خالص. طب ده يجب انك انت تاخد الحياه الدنيا ان كنت تنبسط منها تقول هل انا خلقتها؟ هل انا صنعتها؟ امال مين اللي صنعها؟ يبقى كل شيء كان يعجبك فيها لازم كنت ترده الى مين؟ كان لازم يزيدك ايمان بمين؟ لكن كونك انت تاخد المساله بس وتعزلها عمن خلقها، ذلك هو المقياس الايه؟ المقياس النازل. او ان الله سبحانه وتعالى هو الذي زينها بأن جعل في الناس غرائز تميل إلى ما تعطيه هذه الحياة الدنيا. نقول له هل أعطى الغرائز ولم يعطي منهجا لتعلية الغرائز؟ لا، أعطى الغرائز وبعدين أعطى إيه؟ المنهج لتعلية الغرائز. فما تاخدش ديا وتسيب إيدي. ولذلك هناك حقول والباقيات الإيه؟ خير. يعني ما تاخدش دي وتسيب دي، ما تاخدش ديا، خدهم مع إيه؟ مع بعض. زين للذين كفروا الحياة الدنيا فيعتبرون أنها ما فيش إلا هي. نقول له هذا مقياس نازل وميزان غير دقيق، وده يدلك على الحمق، لأنك ذهبت إلى الأدنى وتركت الإيه؟ وتركت الإيه؟ الأعلى. ومن العجيب أنك فعلت ذلك
ثم يكون بينك وبين من اختار الأعلى هذه المفارقات، بأن تسخر من الذين التفتوا إلى الأعلى، أنت في الأدنى وتسخر من الذين التفتوا إلى الأعلى. أنت بإيه؟ في الأدنى وتسخر من مين؟ من الذي التفت إلى الأعلى. قال ويسخرون من إيه؟ من مين؟ ويسخرون من الذين آمنوا. ليه يسخرون منهم؟ ليه؟ أم قال لك لأن الذين آمنوا ملتزمين، وما دام الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات الوجود التي تؤتيه من غير حل، ما دام ملتزم. لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكتهم إلى أن يربوا ما يزين لهم الحياة، وأنت ولذلك مثلا تجد إنسان يعيش في مستوى دخله الحل، وإنسان تاني بيقلب زي ما بيقولوا. تقوم تلتفت تلاقي هندامه كويس ولبسه كويس ودكان، يمكن ما عندوش إلا بدلة واحدة ولا قميص واحد ولا مثلا، يوم ساعة ما يشوفه كده يعني يسخر. إيه بيسخر منه؟ ليه بيسخر منه؟ لأن هو أعلى في المقياس الذي يعتبره، وديه أعلى في المقياس اللي ده ما بيعتبروش. فيقول الحق سبحانه وتعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وش معنى يوم القيامة يا رب؟ ده يفوقهم حتى الآن، ده فوقهم حتى الإيه؟ قال لك أنا بكلمك على المنظور المرئي للناس، لأنهم ما بينظروش إلى الراحة النفسية، وهي انسجام ملكة الإنسان كده حينما يذهب لينام كده، وبعد ذلك لم يجرب على نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية ولا أذى إنسان ولا ارتشى ولا نم ولا اغتاب، وقعد كده ساعة ما يجي ينام ويستعرض حالته يبقى إيه شكله؟ هو مش شاعر بدي. ولذلك ربنا ما دخلهاش في المقارنة، قال احنا هندخل المسألة اللي مش هيقدروا عليه، والذين اتقوا ايه فوقهم يوم القيامة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ان الذين ايه اجرموا ها كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يقول الحق فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، ثم يسألنا فيقول لنا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ عرفنا نجزيهم؟ هو بيقول كده عرفنا نجزيهم؟ نقول له نعم يا رب عرفت تجزيهم. وخصوصا ان دوكها بقى الضحك اللي ما بعدوش ايه بكاء. والذين امنوا طيب يسخرون من الذين امنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لاحظوا ان الحق سبحانه وتعالى خالف هنا في الاسلوب. طب هم يسخرون من الذين امنوا، كان يقول والذين آمنوا فوقهم، إنما جاب والذين اتقوا فوقهم، لأنه قد يؤخذ الإيمان على أنه اسم شاع عنك أنك مؤمن، فأنت بهذا الوصف ما تبقاش إلا إن كانت أفعالك تؤدي بك إلى التقوى. تؤدي بك إلى إيه؟ إلى التقوى. ما تقولش إن أنا بقيت إيه وبعد ذلك في العالم الجغرافي بقت أمة مسلمة، أمة مؤمنة، واسمي واسم مسلم، والديانة ديانة. أقول له لا يا حلو، أنت ما خدتهاش بالإيه؟ ما خدتهاش بهذا الاسم العالمي، إنما لا تأخذ ملابساتها إلا بأن تلتزم بمنهجها. ولذلك ما قالش والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة، قال والذين إيه؟ اتقوا فوقهم يوم القيامة، ليعزل الاسم عن الوصف، ليعزل الاسم عن الوصف. والذين اتقوا فوقهم إيه؟ يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق. ما هو الرزق أولا؟ الرزق عند القوم ما به انتفع، الرزق ما به انتفع.
كل شيء تنتفع به سميه إيه؟ رزقا. ولذلك بيسموا الحرام رزق برضه. إنما رزق حلال ولا رزق حرام؟ يبقى الرزق ما به إيه؟ ما به انتفع. الناس يقصرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائما وهو إيه؟ الماء. نقول له لا، ما دام الرزق ما به انتفع كل شيء يكون مجاله الانتفاع ويبقى من الرزق، مش كده؟ علمك رزق، خلقك رزق، جاهك رزق، كل شيء تنتفع بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه رزق. ساعة تقول ان ده كله رزق تأخذ قول الله فما الذين ايه؟ براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه إيه؟ فهم فيه سواء. يبقى كأن الله يريد من خلقه استطراق أرزاقهم على غيرهم، كل واحد متميز وزايد في حاجة يردها على مين؟ يردها على الناس. الناس ما بتفهمش إلا كلمة إيه؟ الرزق الإيه؟ الرزق المال. نقول لا، ده الرزق كل شيء تنتفع به. الرزق كل شيء تنتفع به، قال لك طب ايه بقى يرزق من يشاء بغير حساب؟ ام قال لك كلمه من غير بغير حساب دي لازم تفهمها، لان الحساب ده يقتضي محاسب ومحاسب عليه، مش كده ولا لا؟ ما يقول حساب نقول يقتضي ايه؟ محاسب ومحاسب عليه. طب بغير حساب ممن لمن فيما؟ بغير حساب ممن لمن فيما؟ نقول له تعالى بغير حساب من الله، يعني يرزقك لا على قدر سعيك، يمكن أكتر شوية، مش ماسك لك حساب. طيب آدي، يبقى الحساب وقع من مين؟ من الله على الأول. طيب يرزق بغير حساب، لأنه حين يرزق لا توجد سلطة أعلى منه تقول له أنت تدد أكتر ليه؟ ما فيش كادر يحكمه ولا قانون يدي طلاقة قدرة. طلاقة إيه؟ طلاقة قدرة. يدي للكافر حتى تتعجب انت وتقول الله بيدي للكافر وما يديش المؤمن. اما تبقى تحاسبه بقى بقول له انت بتدي لنا ليه؟ يبقى برضه مش داخله في الايه؟ طيب هيديني على الحسنه 700 ضعف برضه بغير حساب. طيب ويجي برضه بغير حساب. حساب انك انت ساعتها تأخذ معدودا، إن أخذته من معدود تبقى بتحاسب نفسك، يعني خدت 100 من 1000 عندك، أخذت معدودا من معدود يبقى ينقص ولا ما ينقصش؟ تقوم تحاسب تقول لا بلاش أحسن، خدت كمان دي حت إيه؟ لكن الله يأخذ معدودا من غير معدود، يأخذ معدود من غير إيه؟ من غير معدود. يبقى إذن ساعة تقرأ بغير حساب قل إن الحساب إن كان واقع من غير الله على الله ما فيش حد هيحاسبه، ما فيش حد إيه؟ طيب وإن كان الحساب واقع من الله على الغير نقول مش هيديني على قدر إيه؟ عملي، بل حي إيه؟ بل حي إيه؟ هيزود. مش هيحاسب نفسه لأن ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ وما عند الله باق. يبقى إذن تلك العملية اللي هي يرزق من يشاء بغير حساب تخلي كل واحد يلزم أدبه إن رأى غيره قد رزق أكثر منه، لأنه لا يعلم حكمة الله فيها إلا أن له فيها حكمة، إلا أن له فيها إيه؟ ولذلك قلنا سابقا
ان ناس كتير يقول لك لما ربنا يديها نعمه يقول اكرمني ويسلبه من نعمه يقول ايه أهنا، نقول له لا انت كذاب، وده انت كذاب. انما لا يكون اكرام الا اذا وفقت في اداء حق النعمه، ولا يكون اهانه الا اذا لم توفق في اداء حق النعمه. والى لقاء اخر ان شاء الله.